بس معها سائق وشهيد. قال أمير المؤمنين علي: سائق يسوقها إلى المحشر وشاهد يشهد عليها بعملها. وقال تعالى: أما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، هلك عني سلطانية. ثم بعد أن يشاهد العاصي وصاحب جهنم والعياذ بالله ويوقن أنه من أصحاب جهنم ويستحكم في قلبه ذلك، ماذا يقول تعالى؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. الغسلين صديد وقيح أهل النار، نعوذ بالله من غضب الله. السلسلة هذه لو يذكر الإنسان الأحاديث الواردة في وصفها، السلسلة 70 ذراع، في بعض الآثار التي وردت عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لو أن حلقة من حلق هذه السلسلة كانت على أعظم جبل على وجه الأرض لغارت به إلى الأرض السابعة من شدة حرارتها. والسلسلة هذه تدخل من فم صاحب النار وصاحب جهنم وتخرج من دبره، ثم يعتى به، يساق به إلى جهنم والعياذ بالله، يغل به إلى جهنم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، الدخان الأسود والريح الحارة المحرقة. قال تعالى في وصف جهنم: وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. يا أصحاب جهنم، يا من عصيتم الله، ما أرسل الله إلى عندكم أحد، أما إحنا أمة محمد صلوات الله عليه وعلى آله، أكرمنا الله بخاتم الأنبياء والمرسلين بأفضل الأنبياء والرسل محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين، وأكرمنا الله بأفضل كتاب سماوي بالقرآن العظيم. هل هذا كله عبث؟ لا بد لنا أن نحكم عقولنا في هذه المواقف وأن نستشعر ما نحن قادمون عليه. قال تعالى: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى، فتلفحه بلهبها وتجره بزمام دخانها، لتلقي به بين طياتها وتحتضنه جهنم بين طبقاتها، ليهوى به 70 عاما حتى يصل إلى قعرها، وهو يتقلب بين الشدائد والسلاسل والنيران والسقوم والحميم. يا أيها الغافل، اعقل، ارجع إلى ربك، تب من ذنبك ونجي نفسك من هذه الأهوال. فعلينا عباد الله أن نكون موقنين بهذا الشيء، وأن نفكر وننظر بعقولنا وبعين البصيرة، ونتأمل آيات الله هذه بمثليها، لكن نتأملها ونستشعرها، ونتأمل المراحل الذي لا بد أن يمر عليها كل فرد، صغر ولا كبر، تاجر ولا فقير، ملك ولا عبد، من أهوال وأفزاع، نزع الروح من الجسد، وملائكة الموت المفزعة، ومن العذاب والحريق الدائم المخلد في جهنم، ومن الخوف والهلع والشدائد من غلظة زبانية جهنم، ومن المقامع الحديد، ومن طعام وشراب جهنم الذي يقطع أمعاء أصحابها ويصهر اللحم والعظم ويفور الدم. فزبانية جهنم يرغمون أصحاب جهنم والعياذ بالله على شرب الصديد. قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومع تلك الويلات والشدائد يلقون أهل جهنم ما هو أشد وأعظم من هذا كله. قال تعالى: ويأتيهم الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ.
الدمهرير والحيات التي لها 70 رأس تنهش جسد العاصي، والعقارب التي كأعناق الجمال، وغير ذلك من أنواع العذاب. وإذا الإنسان بيموت ما عليه، في ميتة مرة واحدة. لكن ماذا قال تعالى؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليذوقوا العذاب، ليذوقوا العذاب. إنا لله وإنا إليه راجعون. يكون أهل جهنم في قمة الحريق، وقد أهلكهم العطش، ويستغيث الباري سبحانه وتعالى ويقولون: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. بماذا يغيثهم زبائن جهنم؟ يغيثهم بالنحاس المذاب، نحاس بفور بيصهر اللحم والعظم والبشرة والدم والكل. وفي بعض الروايات أنه لو قيل لأهل جهنم أنه في كل 100 سنة سيأتي طائر يأخذ حصى من حصوات الدنيا ويرجم بها كل 100 سنة، وبعد أن تنتهي الحصوات سيخرجون من النار لفرحوا فرحا شديدا. ولكن الطامة الخلود، الخلود في هذا العذاب الدائم، ما عد به مفر ولا عد به مهرب. قد أمهلنا الباري كثير، وقد مكننا الباري سبحانه وتعالى، وقد ميزنا على كل مخلوقاته بهذا العقل الذي ركبه فينا، وأعطانا البصر والسمع والأيدي والأرجل، وركب فينا هذه الأجهزة العظيمة من القلب والرئتين والكبد وغيره. وهناك لسان حال أهل جهنم يقول: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. عذاب دائم، زمهرير دائم. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون: هل إلى مرد من سبيل؟ هو عاد معنا مخرج، ولا عاد معنا مهرب، ولا عاد هبا تنفعنا أموالنا دي جمعناها، ولا عاد هبا تنفعنا دنيانا، ولا عاد هبا تنفعنا أولادنا أو مزارعنا، أو با تنفعنا الحذق والشطارة على بعضنا الثاني، هذا ذي أخذت أنت حقه، ولا ذي غالطت أنت في المواريث من خواتك ولا من عماتك ولا من غيره، ولا ذي مكنك الله من السلطة وجو أنت بتهنجم على المساكين وتأخذ حقوقهم، عاد هبا ينفعك هذا الشيء؟ أيها الغافل غير المغفول عنه، والناسي غير المنسي، يا صبيح الوجه، يا نظيف الثياب، يا من حرصت على الدنيا الفانية، استيقظ من نومتك ومن غفلتك، فإن كل خسارة ستعوض. مهما خسرت كل شيء خسرته على وجه الأرض يهون وستعوض، إلا خسارة الجنة، إلا خسارة الجنة لا يمكن أن تعوض أبدا، ولا يمكن أن يتداركها الإنسان مهما خسر الإنسان في هذه الحياة الدنيا. لكن خسارة الجنة لا توازيها أي شيء، ولا عد معك مفر من حين يجي عذران ينتزع روحك، ما عد معك مفر ولا عد معك مهرب أبدا. الله قد مكننا وقد أرسلنا رسول الله وأرسل لنا القرآن وخوفنا بالنار.